كما أشرت في الكلمة الافتتاحية، يعني الوزارة لها برنامج مهم لإعداد 31 خريطة للقابلين للتعمير، وهذه الخرائط تهم أكثر من 8 جهات بالمملكة، وهي خرائط تعنى برصد كل الإشكالات المرتبطة بالفيضانات، بانجراف التربة، دراسات دقيقة لمعرفة المناطق المهددة بالخطر الزلزالي، وهذه الدراسات يعني نقوم بها عن طريق مكاتب دراسات مختصة في هذا الميدان، وهي تشمل عدة أقاليم بالمملكة كما قلت. والبرنامج في طور، هي خرائط في طور الإنجاز، ومن شأن هذه الخرائط أن تمكن من التحديد بشكل دقيق للمناطق المهددة بالفيضانات وبإشكالية انجراف التربة، كذلك ستحدد التدابير التي يتعين اتخاذها حسب طبيعة كل منطقة. فمن مخرجات هذه الدراسات ستكون لنا خرائط للقابلية للتعمير على مستوى كل مجال ترابي، وسيمكن آنذاك يعني كل المناطق المفتوحة للتعمير ستكون بها تدابير خاصة، يعني تدابير لقابلية البناء ولقابلية التوسع العمراني حسب طبيعة كل منطقة. هذه المقاربة يعني تندرج في مقاربة أشمل، وهي مقاربة ديال التعمير المستدام. والتعمير المستدام على مستوى الوزارة يعني عدة مداخل لتحقيق هذه الاستراتيجية، لأن عندنا دراسات على الاستدامة الحضارية، وكذلك كاين دراسات ديال التخطيط الحضاري، والهدف الأساسي هو أن المخرجات ديال هذه الدراسات ديال قابلية التعمير سيتم إدراجها في وثائق التعمير، ومما سيعزز البعد البيئي لهذه الوثائق. الوزارة يعني مشاركة بالدعم المعنوي في الحقيقة لهذه الندوة، هذه اللي هي الندوة الرابعة يعني الفيضانات السريعة. ويعني هذا الموضوع كيهم المغرب بشكل مباشر، لأن هذا النوع من الفيضانات يعني كيتكاثر عندنا، كيتكاثر أولا لأن كاين ظاهرة التغيرات المناخية اللي زادت من وتيرة الفيضانات، وكذلك كيتزاد يعني التأثير بشكل كبير نظرا للتضاريس حنا الجبلية اللي عندنا والانحدارات اللي كتزيد كتقوي من هاد الفيضانات اللي كيعيشها فعلا المغرب. إذن المشكلة دابا هو هاد الفيضانات ما كتقتصرش على المناطق القروية، وحتى المناطق اللي كتعبرها الوديان ديالنا، بل دابا كاع كتنتج فيضانات داخل المدن، وهذه ظاهرة جديدة اللي ما كناش كنعرفوها. وكما كشاهدتوا يعني في السنوات الأخيرة يعني في المدن في الرباط 70 مليمتر مثلا في الساعة كتخلق مشاكل. كنا شفنا الصور ديال الطرام غامرين في المياه في الرباط واحد يعني مؤخرا بطبيعة الحال. إذن هذه الظاهرة كتشكل تحدي كبير لبلادنا، تحدي كبير اللي بطبيعة الحال المغرب كان فعلا بفضل يعني التبصر ديال يعني المرحوم الحسن الثاني ويعني ديال محمد السادس، يعني غاديين في تعبئة المياه عبر السدود الكبرى، وفي نفس الوقت هذيك التعبئة كتخول لنا باش نحاربوا الفيضانات. وفعلا الفيضانات يعني الكبيرة تم محاربتها بهذا الرصيد ديال السدود الكبرى اللي نشزها المغرب. دابا كيبقى يعني الظاهرة كتقتصر على الوديان اللي ما فيهمش المنشآت المائية، وكذلك على المدن، ولكن دابا يعني المغرب
دابا راه كيشتغل مع لو سي دي او باش يدير واحد استراتيجيه ديال يعني محاربه الفيضانات والكوارث الطبيعيه بشكل عام على الصعيد المغربي.